اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقره سؤال على الطاير. اليوم سؤالنا غير، سؤالنا يقول لك ما هو الحيوان الذكر الذي يقوم بدور الحمل عن الانثى؟ خلونا نتابع ونشوف الاجابات ونعرف من هو هالحيوان. نكرر السؤال، ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ خلنا نشوف الأسئلة ونشوف هالشباب. السلام عليكم. سؤال على الطاير. والله هو على الطاير. خلنا نلحق خويه. يلا بالتوفيق. نلحق خويه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول لك سؤالنا على الطاير وإجابتك على الطاير، يقول لك ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ حلو حلو. حمل الحمل على الأنثى؟ إيه. من هو الحيوان؟ حمل على الأنثى. حمل ها؟ حمل. أيوة. مو بيض. حمل يلا. حمل أن يحمل. يحمل. إيه. بدل الأنثى. إيه. الحمام. ايش الحمام؟ ها؟ لا ايش؟ الحمام. الحمام ايش؟ ايوه الحمل بدل الانثى. في اثناء ايش؟ في اثناء ايوه في اثناء الحمل صح؟ ايوه ايوه الحمام الذكري ها؟ ايوه. انت جبتها كذا ولا هي معلومه؟ لا لا معلومه. أيوة. عندك واثق منها؟ ايوه واثق. عجبني المعلومات اللي توفيق. يا شباب سؤالنا على الطاير وابغى من الاسرع منكم يجاوب، انت ولا هو؟ ان شاء الله. لا يلا. يقول لك ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل عن الانثى؟ ها؟ السمك. ها؟ السمك. ايش؟ السمك وايش؟ هو اللي يقوم؟ والله ما ادري. ما يدري. ايش عندك؟ والله والله اني ما ادري. النمل. يا سلام عليك يا سلام عليك. طبعا في قرية بيت النمل يطلق عليه هو القرية صح ولا؟ صح. في أثناءها يتم عملية إيش؟ الحمل. إيه. إيه يتم إيش؟ عملية الحمل. قل لهم يلا. من هو الحيوان الذكر الذي يقوم بالحمل؟ النمل. أقوى. النمل. أقوى. النمل. يلا. ليه؟ مر. أما الإجابة خطيرة، النمل يحمل. النمل يحمل. علق يا عادل و ما هو الحيوان؟ ما هو الحيوان الذي الحيوان الذي يقوم يلا وش هذا؟ يلا السلام عليكم. يلا انت يا راجل يا طيب انت، ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل عن الانثى؟ بدور الحمل عن الانثى؟ اه شفت كيف؟ من هو؟ لحظة بس يا طيب كده. حلو، دائما اللي يفكر ويركز يعجبني. عيد من الأول يا طيب. ما هو الحيوان الذكري الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ الحمل عن الأنثى. والله صعب يا طيب. يا ها؟ صعب يا طيب. عطني إياه. طب ما فيش له يعني حلول؟ أيوه له حلول والله. قول طيب. أنت عطني. طب يعني ما فيش له ترتيب يعني؟ لا انت تعرفه صدقني، لو اقول لك اعرفه. انت عطني الحيوان وانا اقول لك من هو. الكرب. يس. ايش هو؟ الكرب. قل لهم. الكرب. قل الكاميرا. الكرب. اقوى. الكرب. اقوى. الكرب. ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل عن الانثى؟ خلينا نشوف شباب. يا اخي تفضل شباب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. سريع 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 سريع. يلا بعلمك الاجابه، انت حتعرف الاجابه لان صدقني انت حتعرف.
ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل على الأنثى؟ شلون من الحيوان؟ والله ما أدري. ذكري ها؟ عطني. أنت أنا. طيب برمائي ولا؟ عطني إجابة حتى أقول لك إيه. حيوان هو عندي. حجيلك يلا. والله ما عندي. مرة يعطيك العافية حبيب قلبي يعطيك العافية. يلا ها. ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل على الأنثى؟ الضفدع. ما يبغى هالة. الضفدع هو اللي يقوم في دور إيش؟ الحمل. إلا أقوى. الضفدع اللي يقوم دور الحمل. رافع اسم كريم. عيسى عبد. يلا. وش هو الحيوان اللي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ شينا. يلا جاهز. ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ الثعبان. الثعبان. والله ما غشيته من أحد. والله. والله العظيم. عظيم. والله العظيم. هو يغش ولا ما يغش؟ لا ما يغش. أكيد. أكيد. اسمك إيش؟ عبود. عاد والله ما أدري هالسؤال ذا شوية صعب. سؤالك يا أبو رهيب. ما هو الحيوان الذكر الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ هنشوف نتابع. سؤال عالطاير يقول لك ما هو الحيوان الذكر الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ يا سلام يعجبني دائما اللي إيش؟ اللي طبعا في خيارات أم تغني جيد ولا جيد؟ في خيارات؟ لا النمر. برافو عليك. النمر طبعا هو الذي يقوم بدور الحمل. ونتعرف عليك. هيثم الزبي. ما هو الحيوان الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ يعجبني عمق في التفكير والتركيز يعني تجاوب. والله النمر. لا الأسد. لا اختار هو قريب منه. الفهد. إيش؟ الفهد. الفهد غير النمر. ها؟ أيوة. تبد. الفهد. الفهد ويلا يا عمي. عاصم زين. مرة ثانية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. البطريق. ما هو الحيوان الذي يقوم بالحمل على الأنثى؟ على الأنثى. طبعاً. البطريق. بحوله. صح. بتروح هي على البحر وبدل واعد عليها على البيضة. شوف والله مسكين البطريق هذا. رجل. زيه زي. أنا أول مرة أشوف بطريق حامل. لا مش حامل. يقعد على البيض. أنا قلت إيش؟ يقوم بالحمل. الذي يقوم بالحمل. برافو عليك. مو هو. مش البطريق. لا. ما هو الحيوان الذكر الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ خلونا نتابع ونشوف الإجابات. يقول لك ما هو الحيوان الذكر الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ ده شكل حط هرمونات. ده شكل حط هرمونات. هذا شكل بضعه. رجال هو ذكر. ذكر حيوان ذكري. لا شوف انت اكد هو ذكر او شيء ثاني. حيوان هو. هو حيوان. حيوان ذا عاد اكد انه حيوان مدام انه هو كذا. ايش هو؟ هو؟ ايه. مع السلامة حبيبي. كابتن. كابتن تعال. شلونك؟ الله بخير الله يسعدك. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. بعد ما فتحوا الشباب خش المولات كيف الوضع؟ والله تمام. 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 يعجبوني الشباب الرايق اللي يتفرج ويتمشى. في ناس صراحة محترمين في ناس صراحة ما يستحق. هذا شو هذا ذينا؟ بس الحين جاء دوركم إنك تثبت إنك يعني تأخر القرار. المفروض من زمان جاء القرار. إي والله. إيه. الحمد لله جاء سطام. مفروض. يا سلام جاي عزز. طيب يلا عززوا في هالسؤال. يقول لك ما هو الحيوان الذكر الذي يقوم بدور الحمل عن الأنثى؟ دود. إيش هو؟ دود. إيش نوعه؟ الله ما أدري. دود بس الله ما أدري. الأرضية ولا؟ أرضية خطر. أرضية ولا بحرية؟ ما في بحرية. ها؟ عاد مين بيثبت؟ مين؟ أرضية. ها؟ أرضية. الدود الأرضية. خطر. حدش بحرية خطر. البحرية. وليش متردد؟ قلهم. ما هو الحيوان؟ وش هو؟ الدودة البحرية. الدودة البحرية. برافو عليك. اسمك ايش؟ رياض الشيخ. غلط. الضفدع. الضفدع. يا سلام عليك. اسمك الكريم. مارك. غلط.
يلا الى هنا انتهت حلقتنا لفقره سؤال على الطائر. لسوي حادث، ما هو الحيوان الذي يقوم بالحمل عن الانثى؟ اكيد تبون تعرفون الاجابه، هو حصان البحر. هي شود اشد نابشر الشباب كل اول، انزلنا اصدارين شباب كوان وشباب كتو، ومن اشراف الكتي كروم المتواجد معنا. ايوه هذا في كل مكان نلقاه. ايوه والله في كل مكان ما شاء الله عليه. كروم فريا ايه، وما شاء الله يعني، وكان لها اصدار يعني قوي في السوق. الشريط يعني في شود اناشيد تربويه عن البنات، واناشيد عن السرعه وعن التسخين. سمعت سمعنا عن البنات هذه، عندك حافظها البنات؟ اي حافظ يعني مقاطع منها. تفضل ولا ما تبغى تسمعها؟ لا لا نسمع كل شيء، عطنا. طيب يا عرب شوف البنات، البنات المسلمات عريات مخسرات، المبادئ وينها؟ المبادئ وينها؟ تمشي وهي معطرة والعيون مزورة والعباية مضمرة، حيل توضح جسمها، حيل توضح جسمها، والكعب لباسته علي في شوكته، حتى يرفع خشته تزعم العزة بها، تزعم العزة بها، والجوال دايم جديد كنها برتبة عميد، والسوا ما به رصيد. ما هو له سم؟ ايش سوى لك البنات؟ البنات ما سووا لي شيء، انا ما كاتبه، انا كاتبه الكتب الكروم. ما ادري ما عندك سالفه وانت تنشد اي شيء، ما تنفع والله. كتب الكروم عزيز وغالي يعني، ما يحب البنات، ما ادري ايش قصته. انا عارج قضيه معينه فقط، هاي قضيه دمرت البنات بالقضيه هذه. خلاص معلش والله، اعتبرها مسحوبه خلاص، اسحبوها من السوق. والله عاد لا تحملي غلط، غلط الكتب الكروم. لا انت اعطاك واحد ابيات حلوه ايه؟ تنشد اي شيء انت؟ لا ما انشد اي شيء. طيب بس كلمات يعني، كانت وقتها في قضيه خاصه يعني قضيه خاصه، وقرات القضيه عجبتني القضيه وحبيت نطرحها في السوق. ودمرت البنات بالقضيه هذه. ما يعني ما خصصنا الناس، عمينا. وش جديدك الثاني؟ في عن السرعه، يعني السرعه يعني اللي واحد مسرع وكذا، يعني يقول السرعة موت محقق من كروم بعد. اي نفس الشريط، بس مو من كلمات كروم، من كلمات واحد ثاني. هذا تراه يدمرك، هذا لا تمشي. هذا يكلمك جد، لا تمشي. ذا انت اعطاك دمرك البنات، دمرك هذا وش وداك في البنات اللي. كروم تكلم عن انشودة يعني؟ ايه قاعد اتكلم عن انشودة، وتكلم عن ابيات انشودة ما له دخل يعني. انشودة تعالج قضية معينة، تعجب ناس ومتعجب ناس. المصور تأخر عليهم شوي، ما أدري وينه. انت المصور؟ اي نعم. يعني وتاخرت علينا كذا، كيف عاد لو بدينا المهرجان؟ لا والله خلاص. ها؟ الرياض ما شاء الله يعني. كلنا في الرياض يعني. شلون؟ احد جاي من جدة. لازم اني ساكن انا في الشمال. احنا ساكنين في الشمال. شلون؟ حتى انا ساكن في الشمال. يلا ما صار لنا خير ان شاء الله. يلا بشوفك. الله يسلمك. ايوه. كم مرة؟ هلال. هذا وش البطاقة؟ شلون؟ لا هذا الكارت، بزنس كارت حقي. ايوه. جديد على السرعة. طيب أنا بقول لك، نبغى البرنامج راح يكون للأطفال. حلو. أسلم. وش تخدم فيها الأطفال؟ وش تسوي لهم؟ الأطفال؟ إيه. الأطفال تسوي لهم مسابقات يعني حماسية للأطفال. أنت منشد، كيف تسوي مسابقات؟ برضه يعني ما في مجال مشاهد نتركه، لا برضه في مسابقات. لا هذه تترك الكرور، مكرر عنده مسابقات، أنت وش تسوي؟ إنشاد أنا شيء ترديدية. للجميع يردون فيها. راي قوية بحقه. لا جد.
طيب عطنا انشاد ونبغاك تصور هو ينشد، نبي نشوف طريقه تصويرك كيف مصوره يعني. اي لا ما عندك مشكله. انت وش اللي معك؟ مين كاميرا بالله. إيه. انا شوي وجهي اوكي، شنطه مدرسه شوي وجهي خلاص. انت هذا محترفين هذا ما شوف كل هالشنطه عشان هالكاميرا. شوف اذكرك رب هو شوف ترى كل واحد وتخصصه يعني. كل واحد مجاله. انت مجالك طيب تنسيق شن تنسيق؟ اي انت تنسيق لا 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 انا لا لا انا صاحب الحفل. صاحب الحفل اي والله يمنع فيك صاحب الحفل يعني انا اللي بعطيك الفلوس. وش تسوي انت شن تسوي؟ بركب العدسه. تصدق حسبت تبي تكب حبر فيها. ما شاء الله عليك مريض. معليش ترى يعني انت زميل الكروم يعني وكروم انا يعني وراسي ترى. خلاص كمل من هنا. ترى انا ما يعجبني هذا النظام. اوكي يعني اول جلسه وناخذ ونعطي مع بعض. بس شوف المنشد ما قال شيء. ما علي انا من احد، انا علي من نفسي. حلو. يلا طيب. كمل شغلنا. خلاص رتب كاميرتك. ترى يعني ما تبغى لا 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 ترتبك يا قلبي. ما راح اعرف اشتغل. لا 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 يا قلبي لا ترتبك. قدامك بكره قدامك 30,000 واحد. اي ان شاء الله بكره عاد. تجي عندهم. لا لا ما عاد مرتبك بس انت يعني كذا دخلتني في مسألة. مسألة ايش؟ لا ما عليك. هو الشرع. انشد لنا وخليه يصور. انحطنا عند طريقة تصويرك له. ايه يلا انشد. حط ما ينشود لك. مو تجيب لي قبل اللي قبل زي اللي قبل شوي. لا لا. ايه عطنا شيء حلو. يلا انشد. انا موجود. وطيب واقف كيف ما انت موجود؟ ايه يلا يلا صور. يلا قول قول لنا انشود يلا. خلاص. اسرع موت الموت محقق. صدق والله صدق اللي قاله. أسرع موت موت محقق. صدق والله صدق. صور ايش اللي بيس كمل. ايش تبي؟ هذا مصور انت بتخلك من انشاد. كمل انشد هو يصور على كيفه. انا اسوي حركات هو يصور انت يلا. أسرع موت موت محقق. صدق والله صدق اللي قاله. السرعة موت موت محقق. صدق والله صدق اللي قاله. كم واحد متهور متهور. خلاص خلاص صور شيء. ها صور تشوفه لك ساعة منسدح شي صور زي كذا تصوير. ها حبي تصوير زي التصوير هذا. شوف اللي وراك شوف صح هذا تصوير. ايه مو خشة الحبيب هذا تقول لي تصوير. ما ادري وين جاي جالس ينشد اللي تصوره ليه. انت قلت لي صور. انا قلت صور بس ما قلت صور الرجال. اجي اصور من صور اي شيء. كيف صور اي شيء؟ صور شيء غير هذا. ايه هذا بكره معنا حصري لنا احنا في البرنامج. ايه نعم. تدمره ليه؟ لا صدق اكلمك. طيب ما تتكلمت. لا لا ما تتكلم قل ما ابغاك تصور لي. ايه الحين تقول صوره وبعدين تقول هتقول ما ابغى اصور لا تصور وانت عفوا ما عرفتني عليك ترى باقي للحين يعني. هذا كرتي. ايه كرتي هذا مطلع. اوه ايوه احمد معك. والنعم والله سلام. شوف انا سلام احمد اذا يعني تصويرك ما تحكم عليه من اول مره. تشوف الصور. احنا ما بدينا برنامج الاخ كروم يوم نكلم. كم لك وانت تصور؟ شم؟ كم لك وانت تصور؟ تصوير؟ ايه؟ مالي يومين. لا كم لك؟ والله عشان الاخ كروم هو. كم لك وانت تصور؟ عندك شلون؟ كم لك؟ كم سنة؟ كم سنة؟ ما حسبت كم؟ كم لك؟ اتوقع الرجال يعني ما هذا هذا مع احترام لك هذا دليل فشل. دليل فشل يعني ما ادري متى دخلت الوسط وهذا. لي 5 سنوات. لا توك تقول لك يومين كيف صار 5 سنوات؟ انت انسان ظريف فلا بد واحد يصير ظريف معك. اها خلاص دور الرجال. ايه؟ طيب والحين المطلوبة مطلوب انا مني ايه؟ ولا مطلوب منك لا مطلوب منك انت. ايش تبي مني؟ ايش تبي اسوي لك؟ وش تبي يعني كمادة؟ وش تبي كاستوديو كمدري وش وابو؟ وش تبي علمني؟ قول وش طبيعة الحفل؟ وش طبيعة؟ طبيعة لي ساعة وانا اقول لك طبيعة الحفل اطفال. طيب بالله تعال وقف هنا انت. سم وقف هنا في نفس المكان.
ليش طيب؟ طب وقف. بس على فكرة يعني أنت يوم تقول أردة واحدة أنت ما احترمت الشخص اللي قدامك. هاي نقطة. النقطة الثانية. أيوه. أنت وش فهمك يعني وشون دريت إن هي أردة واحدة ولا أفضل واحدة؟ أكلمك أنا يوم رجال تكلموا مع رجال تكلم معهم. خلك هنا بالله. كيف؟ تعال هنا. كيف تعال هنا؟ تعال كذا كذا شوي لو سمحت. خلك كذا. تعال اجلس هنا أبغاك. سام أمرني. طيب أبغاك اجلس هنا. طيب أبغاك. تفضل. أبغاك. اجلس فلا تمعصب انت. انا ماني معصب انا. شوف شوف الحق شوف الحق شوف الحق شوف الحق ترى. شو اسمك قلت؟ معليش يعني احترام. شو اسمك؟ عيد. ونعم عيد. عيد الحين انت تعال هنا. تعال هنا يمين. طيب. تعال هنا. انت المصور هو المنشد. سم. انت المصور. هو المنشد. لا معلش ما استطيع. كيف ما تصور؟ يعني انت حق تقدر تصور. سم تقدر تصور. اقدر اصور كمثل خاصة. انا يلا طيب انت انشد لي. ما استخدم الكاميرا. شلون انا انشدك؟ شلون تنشد لي؟ انشد لي. انشد لي. عطني انشود انشدها. انت جاي تطقطق علينا ولا ايش سالفتك انت؟ طيب عطني انشود يا انا اكلمك طيب انا اكلمك. ايوه. تقدر تصور ولا لا؟ أسمح. طيب انا اكلم الرجال لو سمحت. طيب كلم الرجال انا قاعد اكلمه. ايش تبي تسوي؟ وش؟ قبل الكاميرا. انا مش جايك مش ما انا جايك مصور طيب انا على العموم انا كذا انا اقدر استاذن دم لان يعني مصور. وقتي خلص معاكم جايك مش ما جايك مصور انا كم مصور فاحتراما يعني لك واحتراما للكروم انه هو كلمني ايوه ما صار في احترام انتم طيب الرجال راضي انه يصور طيب لا تكترف صوتك لا تكترف صوتك يلا انشر لا تكترف صوتك صور صور خلينا نصور خلي الكاميرا مكانها لو سمحت لو سمحت خلي الكاميرا مكانها انا لو سمحت انا جاي احتراما لك احترام الكروم صح؟ بصورك لحظه اضحك اضحك اي هذا دليل انه يعني اعطل يوم تكون عطل خبز خبز خباز عطل خبز خبازه ما لي دخل بتصوير تنظيم مهرجانات ولا اشك في هذا الموضوع اصلا من يوم شفتك يعني ايوه ولا طيب والحبيب انشد انشد طيب اعطل الكاميرا ممكن هذا وش انت جاي انت بيها طقطقه مع بعض تبي نسولف ونضحك ونروح استراحه عادي ما عندك مشكله بس انت جاي عمل صح؟ ايوه خلاص كمل عمل انت تعطيني شهودة ولا لا جالس تتبسم عندنا حطني شهودة ليش؟ ما في شيء حطني ما احترامي لك انا اخي ترى انا ما اعرفك ولا تعرفني يا رب عيد ولا رمضان ما تدخل تعرفني انت ما تدخل طيب لا تدخل لا تدخل انت طيب لحظة لحظة ولا لحظتين عطني العدسة هذا وش لا بالله السؤال ذا وش بس طيب عطني شهودة اصلا الشهرة مين عليك ترى الشهرة على اللي يجي في هذه ولا لو انه دارين انه في اشكال زي كذا كم مجيئه؟ أنا ما علي يا رجال ما عاد بصرامة. أنا صبر ما عندي سالفة. أنا ما قلت شيء. ما عندي سالفة. ما عندي سالفة. طيب ممكن تدري هذا شف؟ أي عدسة؟ العدسة هذه وبس. أي عدسة أنا؟ أعطى النظارة. أي نظارة أنت؟ أعطى ما في شمس الحين لابس نظارة شمسية صاحي. خلنا جايين نطقطق مع بعض أعطي العدسة وشوف. أنا شو أقول؟ أعطي العدسة. شر مو عليك شر على كروم. ايوه انا داني قال تعال برنامج تعال لا حول ولا قوه الا بالله تعال بنمك شغله انا بسام امرني ابوي طيب بنمك شغله دقيقه دقيقه وش تبي تماسكوا دقيقه وش تبي وش تبي ابغاك معي انت وش تبي بالضبط انت وش تبي طيب وش تبي هذا المنشد اللي تبغاه هذا المنشد وش علي فيه انا هذا المنشد سلامته وش علي فيه انا وش علي فيه تعال 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 وين تعال تعال هنا تعال وقف وقف طيب وقف سام امرني وقف جنبه امرني طيب وقف جنبه تعال تعال لو سمحت تعال انت حلوه طيب ايش تبي ايش تبي تعال هنا تعال جنبه اللهم اجرني في مصيبتي ياخذني في هذا وقف وقف كذا لحظه طيب لحظه قول لي ان شاء الله يلا طابور الصباح طيب طاقة واضحة صح لا شتيك على من شتيك شتيك نعم صدق ما هو شيء ليه راح نلمد بالناس الناس مصدقين ليه ما أنت مصدقين ليه نكذب ها نكذب فات عنا ليه ما أنت مصدق الناس كلها طبيعية ما نكذب
يا ليتهم يا ليتهم فاتحين يا ليتهم يا ليتهم فاتحين الاسواق يخاف يجي العمر العمر راح وصل لربعيني وصل لربعيني وصل لربعيني وخاف انه يجي بعد 20 سنة كل شيء فري واموت من القهر وابوي وابوي اخاف راح العمر راح العمر راح العمر راح العمر وصلنا لاربعين والشيباني وصلنا لاربعين وصلنا لاربعين والشيباني اخاف ليجي عمري 70 تجي الانفتاح واموت من القهر واموت من القهر واموت من القهر وابوي احلى باك مساكم الله بالخير في لورنسيات. صراحة أنا عجبني قرار صدر لدخول الأسواق الشباب، قرار سليم 100%، قرار جميل. إن ننتظر لنا فترة طويلة، الواحد طالعيني بعض المثقفين الله يذكر دكتور بالخير أحبه وأموت فيه ونقدم له تحية من هنا، يقول جبل زوجتك وردة، يعني ما في ورد ما تحتاج زوجتي مفاجأة، ما تحتاج ساعة، دخلت السوق بدي اشتري ساعه لزوجتي يجيك واحد يوقفك وين داخل وين داخل سوق اسمه سوق يدخل الشاب الرجل المراه للعامه سوق سوق والتجار فاتحين محلات في ماركات شبابيه في ماركات شبابيه يعني خلاص الشباب ما يدخل تروح تقضى امه له تقضى اخته له مشكله والله طيب واحد يبغى يفاجئ زوجته مثلا الفستان ها الان ما عدلنا عذر يا الرجاجيل ما عاد فيه ورد لا في فستان يدخل يشتم زوجته فستان يدخل عليها بمفاجأة والله قرار حلو قسما بالله قرار جميل وننتظره من زمان احنا وبعدين الشباب يا اخي يستحقون يبغى يلبس فيه محلات مفتوحة لهم خاصة ماركات لهم يعني وين يشتري من وين يشتري من وين يروح ممنوع من دخول السوق يدخل ايش يسوي أبي يدخل يتقضى يشتري ياكل يغير جو هو أصحابه ساعة اللعب ساعة كتابي إيش المشكلة إيش والله قرار سليم جدا 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 وبعدين في ناس عندنا مشكلتها إنها تبي تصعب الشيء تحب تطلع من الموضوع البسيط ليه شوف الناس فاهمة الآن الناس صارت تروح وبعدين في دخول الأسواق إحنا نتمنى بس مش الأسواق للشباب نتمنى إن يكون في سينما نعم نتمنى أن يكون في سينما يروحون الشباب بعد للسينما إيش المشكلة السينما تيجي عندنا ما الريسيفر موجود وفي البيت موجود في المقاهي موجود في يليت بعد السينما يليت والله نتمنى نتمنى وبعدين بعدين ما راح يصير في مشاكل في الأسواق أبدا واحد غازل زي ما في نظام ساهر حط نظام غازل حلوة ولا لا نظام غازل تجي الله يسلمك عاد تخيلوا بالله يحط لك نظام غازل تجي تجدد جوازك يطلع عليك مخالفات غمزة عين 300 ريال نظرة كذا 100 ريال هذه فيها 1000 2000 3 4 هذه ها حلوة ولا لا نحاول نداعبكم في هالموضوع مداعبة جميلة النقطة الثانية يعني مثلا يعني الشباب راحوا للتفحيط انتقدناهم الشباب هذول فيهم خير فيهم بركة هم جيل المستقبل والناس بعدين أحسن لهم من السفر برا إذا صارت الأسواق بعد فيها لو يجي فيها يعني يوم نقول السينما لأن أحيانا نسافر بعوائلنا في أماكن ما ودنا يشوفونها عوائلنا تجملوا بعد في السياحة يليت السياحة بعد نركز عليها شو يصير فيه جلب للسواح فيه جلب للسواح فيه جلب للسواح نعم فيه جلب للسواح إنا لله وإنا إليه راجعون يا أخي هذا ما هو باستفالة يدق في أي وقت عندي شغل ما عندي شغل ما غريب إنسان غريب ألو حي الله الخال يا هلا ومرحبا ممسوك أعرفك مجرم خطير يا الخطير أكيد أنك مسوي مش ممسوك فيه عسى ما معك بلا وجلاء كل يوم ثاني مرة تكلمني ملقى القبض عليك يا ساتر يا أخي ما تستحي على وجهك أنت ها يعني رازن وجهك انت شايف وجهك كنا مصدوم وجهك يا اخي وجاي تغازل
عطني عطني اللي عندك عطني. ها اه. وين في سوق يا ساتر، وطالع من اللبي للسوق ومن السوق لللبي، والله ما انت بسيط. الله يرحم الله يرحم. عطني اللي جنبك عطني في الامن. هلا والله هلا 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 برجال الرجال اللي يحافظون على 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 السوق وعلى. نعم، بالنسبة للشخص هذا المجرم اللي معك ايش قصته؟ اي يا الله تخزر. لا 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 ازيدك من الشعر بيت. هذا قد مسكوه في سوق الخميس عندنا من اول في قريتنا سوق الخميس. ايه يغازل راعية حمام ورنوه رن رنوه رن ولا تاب. المشكلة الثانية مسكوه داخل قصر فراح متنكر بلبس نساء قليل الحياة. هذا ما عليك حتى لو انه خالي، النظام يمشي علي وعلى خالي ما علي، هذا نظام هذا. نعم ايه مسكوه وفرشوه مودي مجرم متنكر بلبس حرمة وداخل قصر فراح. ايه يا رجال عنده عدة سوابق. حلو طيب وشلون حطيته كاميرا؟ ما شاء الله كاميرا في الاسواق لا لا انا 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 هذا الرجل هذا انا اتمنى صراحه اتمنى انه يفرش ها ويعاقب، لان النظام زين النظام زين. ان عاد ان بقول لك شيء ايه النظام زين، ولا نبكافله ولا نبكافله ولا لي دخل فيه، واتمنى تودونه للسجن ثم يفرش 80 جلده قدام الناس عشان يتادب هو وغيره. ايه مجرم اعرفه زين. يا خال لا تصايح اسمعك يا اخوي اسمعك، حتى وانت عنده متصايح اسمعك. اذا ما نفع معه ودوه شهر. اي ترى فيه قلصح. اي عليكم به. هلا خال يا رجال خلك تأدب خلك تعرف خلك تعرف قيمة عمرك وتتعرف بعد راح الاسواق بنزين وجهك انت غازل. يلا فما الله يا خال فما الله. انت مجرم ما راح اكفلك والله. لو ايش يا شيخ لا عاد تطلبني فلوس ها ولا عاد شيء ما منك مصلحه. في امان الله بس في امان الله. كويس هذا النظام لازم يمشي على الناس. غازل صادت الكاميرا الله لا يهينك تعال، هذه الكاميرا موجوده ومراكز الاسواق الامنيه موجوده، تشوف الكاميرا بدال ما نجلس نفضح العالم ويصورونكم العالم بلوتوثات تنتشر ودنيا. خلاص في كاميرات في السوق، في مركز امني في السوق. شاب اذى بنت الله لا يهينه، زي ما نحترم انفسنا برا اذا سافرنا هنا يجب ان نحترم النظام. نعم يجب ان نحترم النظام حلو، ونركز على ان النظام على الجميع. ما دامهم صادوه بالكاميرا ومصور ونزلوه المركز الامن ولقوه مصور ومودي بنت، يود الله يسلمك للجهات المختصه ويتفاهم معه ويصير النظام على الكل والاحلى منه. صح ولا لا؟ هذا الكلام هذا الحقيقه. لا والله بعد الواحد لا والله ما دامهم فتحوا ولا ما نروح السوق نتقضى ناخذ لنا فستان المفواز ها زميلها ترضى علينا. والله جميل القرار اللي أعطى. أخاف العمر يروح أخاف العمر وصل الأربعيني وصل الأربعيني والشيب طق طق، أخاف يجي عمري 70 وتسوق الحرم هو موت من القهر. وابوي أخاف العمر يروح أخاف العمر يروح يوم جي عمري 40 يفتح وش السوق للشبابي. يا ليت الشباب يعود يوم لا ليت الشباب يعود يوما شباب ولا هلال لا ليت الشباب يعود يوما. إلا على طار الهلال مير يا أخوان أحبكم يا الهلالية. ممكن نجوى كرم لابسة أصفر وأزرق الظاهر من نصراوية الظاهر من نصراوية حلوة. السلام السلام. الفامبايرز هي كائنات أسطورية ومرعبة. أسطورية ركزوا كويس، معروفة في ثقافتنا باسم مصاصي الدماء. يا ترى بقى في علاقة بين الفامبايرز والانتخابات ولا لا؟ ايه رأيك في استعانة ببعض المرشحين للفامبايرز في الانتخابات خاصة في المناطق الشعبية علشان يروعوا الناخبين؟ حضرتك اللي بيحصل ده غلط وما ينفعش اللي بيحصل عندنا ده.
والقوي في الأقوى منه، وهم بيعملوا لنا تهديدات في رأي العام و مش عارف اقول عليك غلط، اللي هم بيعملوه ده كله غلط. احنا دلوقتي بندور على حاجه واحده، الشرطه ترجع مكانها عشان نشوف اكل عيشنا، عشان نشوف بلدنا فيها ايه. احنا مش وش كده، مسروق مننا عربيات بسبب ان الشرطه سابتنا عربيات مسروقه، لا مؤاخذة البلطجي بيركب جنبك ويروح مطلع مطوتين ثلاثة زي ما يكون قمة الفامباير. جنب أي واحد كده يبقى راكب بيه ولابس جرافطة وشيك أوي. برضه يطلع فامباير في الآخر. يطلع بلطجي في الآخر. إيه رأيك في استعانة بعض المرشحين بالفامبايرز في الانتخابات عشان يروعوا بيها الناخبين؟ المفروض كل إنسان ياخد رأيه بحرية، خصوصا في المناطق الشعبية والأقالية. فكرة كويسة. فكرة لذيذة. فكرة. يعملوا لنا حاجة يعني زي ترويع جميل. يعتبر اسلوبه غير متحضر واستعمال الضغط والارهاب ده طبعا اسلوب همجي على الشعب المصري. ايه رأيك في استعانة بعض المرشحين في الانتخابات بالفامبايرز علشان يوقفوهم قدام اللجان لترويع الناخبين خاصة في الاقاليم وفي المناطق الشعبية؟ طبيعي ان كل مش كل الناس اللي هي الناخبين هي اللي بتعمل كده، لكن في ناس طبيعي بتعمل اللي هي ان هي توقف ناس عشان يخوف الناس اللي هي جوه في الامتحانات عشان اللي هم ما يقولوش ترويع في الامتحانات وكده. هل ده بيعتبر تدخل اجنبي سافر في شؤون مصر الداخليه؟ لا ده مش تدخل، ده بيحصل من جوه مصر نفسها من السلطه وكده. هل ده بيعتبر تدخل اجنبي سافر في شؤون مصر الداخليه؟ طبعا صح. ازاي؟ هم دي شؤون مصر، ما لهمش ان هم يتدخلوا في شؤون مصر، المفروض كل واحد يخليه في نفسه يعني. تمام. بس كل واحد يتدخل في اموره، امور مش اموره ما ينفعش يعني، تبقى رخامه شويه. ممكن طبعا، لان في حاجات كتيره ممكن تلاقيها في البلد عندنا، ممكن تلاقي كل حاجه موجوده عندنا، سنك بطاوي ده 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 داخله منين؟ حضرتك فعلا خايف من وجود الفامباير؟ طبعا، امال ايه؟ هل ده بيعتبر تدخل اجنبي سافر في شؤون مصر الداخليه؟ ما اعتقدش، لان مصر مش محتاجه ان حد يتدخل في شؤونها، يعني لينا بروتوكول خاص. طبيعي، ده تدخل اجنبي سافل جدا، سافل. الناس كلها فاكره ان الفامبايرز دول اجانب، لكن للاسف هم فعلا هم مصريين. تفتكر انت مين اللي ورا الموضوع ده وبصراحة من غير ما تخاف؟ الأجانب طبعا، الأجانب بصفة عامة، هم كلهم عايزين يتدخلوا في مصر وعايزين العرب كلهم يتدهوروا ويخشوا في بعض تفتكر حضرتك مين هو اللي ورا الموضوع ده؟ أكيد السلطات، الناس اللي في السلطات، الكول يعني العظمى اللي في البلد، اللي هو الكول اللي تعتبر المستويات العاليه في البلد. ها؟ تفتكر حضرتك مين هو اللي ورا الموضوع ده؟ والله غالبا هي بعض القيادات الكبيره، بس تحديد اسامي معينه ده صعب ان حد يفكر يقوله او يعرفه عموما. هم دول بيجيبوا الفامباير؟ اكيد. حضرتك كفرد من وجهه نظرك ازاي نقضي على ظاهره الفامباير، لان احنا كل حاجه بنرميها برضو على الشرطه؟ زي ما كنا قلنا، الناس اللي هي بقى ليها صله بالشغل ده لا، احنا عاوزين نقف عندهم. هو زمان كان فيه فامباير؟ لا. ازاي ممكن نقضي على الظاهره دي كمواطنين، لان احنا بنرمي كل حاجه في الفتره الاخيره على الشرطه؟ بصراحه المفروض الانسان يبتدي بنفسه الاول، اننا نبتدي من نفسنا الاول، بعد ما تبقاش فامباير اصلا انت كانسان من الاول. لا، ما احنا اكيد غلطنا، بس لازم نغير من نفسنا عشان نعمل احسن. ازاي ممكن نقضي على الظاهره دي، خاصه ان احنا في الفتره الاخيره بنلقي اللوم بس على الشرطه؟ والله هو لازم ان احنا نتكاتف شويه اكتر من كده ونحاول نتماسك، يعني لازم يبقى في الفه بين الشعب عموما. ازاي ممكن نقضي على الظاهره دي، خصوصا ان احنا في الفتره الاخيره ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بس بنلوم الشرطه؟ نركز في شغلنا وما نفكرش في حاجه ثانيه وما نسمعش كلام حد. لو طلع لك الفامباير هتعمل ايه؟ هحاربه. ازاي ممكن نقضي على الظاهره دي كمواطنين، لان احنا في الفتره الاخيره بنلقي بكل الاعباء فقط على الشرطه؟ ان احنا نستحمل تحت اي ضغط من الظروف ونواجههم، ما نسلمش ليهم. لو طلع عليك الفامباير هتواجهه ازاي؟ والله هو انا انسان مؤمن، وانا على حد اعتقادي وعلمي ان مفيش اي حاجه تقدر تاذي مؤمن يعني. ازاي من وجهه نظرك نقدر فعلا ان احنا نحارب الفامبايرز ونقول راينا بصراحه وما نخافش منها؟
هنتكلم معهم الاول ولو ما وافقوش هنتعامل معهم بالعنف وبشده. ايه هي نوعيه الاسلحه اللي ممكن نستخدمها علشان نوقف ظاهره الفامبايرز؟ ان كل يعني اي اسلحه يستخدموها ضدنا احنا نحاول نوقف قصادهم بكل الوسائل. حضرتك عندك رساله تحب توجهها للفامباير من قلبك وما تخافش. قول له معلش ارجع بعيد عننا بقى كفايه قوي كده، وشوف انت عاوز تفتح كشك الحكومه هتفتح لك كشك، عاوز تقف في مخزن وتفتح محل الحكومه هتساعدك وهتقف. ما تطلعش تعضنا احنا بالليل. طلعش بقى تشوفنا احنا في اكل عيشنا. لو انت هتوجه رساله للفامبايرز هتقول لهم ايه وبامانه وبصراحه؟ بصراحه الشكر خالص طبعا. اقول لهم لو سمحتوا سيبونا في حالنا. عندك رساله تحب توجهها للفامبايرز من خلال كاميراتنا؟ والله عايز اقول لهم ان كل واحد يخليه في حاله ومحدش يتدخل في شؤون ملوش دعوه بيها، علشان احنا الفينا اللي مكفينا بصراحه يعني. عندك رساله تحب توجهها للفامباير؟ اقول لهم الف شكر لهم، احب ان هم يكرروا الموضوع ده تاني يعني. احنا البرنامج بتاعنا اسمه ارجوك ما تفتيش بعد الثوره. ماشي وماله، احنا ما بنفتي، احنا بنقول الصح. يعني ايه فامباير؟ مش واخد بالي يعني على الحراميه وعلى النصابين قولهالي بالعربي وانا قولهالي. الفامباير ده هما زي افلام كده بتطلع مصاص الدماء. لا مصاص. احنا البرنامج بتاعنا اسمه ارجوك ما تفتيش بعد الثوره. انت فتيت عليا في حاجه؟ بصراحه ما فتتش. مين هما الفامبايرز اللي انت اديت لهم شكر خاص دول في الاخر؟ الشركه طبعا. شفت فامباير؟ الفامباير. الفامبايرز دولت احنا عملنا فيك مقلب كروساونت تايب. الفامباير هو مصاص الدماء، هو ملوش وجود اصلا. كروساونت تايب. احنا البرنامج بتاعنا اسمه ارجوك ما تفتيش بعد الثوره. فاتيت عليا في حاجه؟ لا خالص. يعني ايه فامباير؟ شعوب اخرى متدخله في البلد. احنا البرنامج بتاعنا اسمه ارجوك ما تفتيش بعد الثوره. كل سنه وانت طيب. انت طيب. انت فاتيت عليا في حاجه؟ انا كتير على فكره. عادي جدا ان في ناس ما تكونش عارفه يعني ايه فامبايرز، بس اللي مش عادي ان انت ما تبقاش عارف وبرده لسه بتجاوب. اشوفكم بكره وحلقه جديده، وارجوك ما تفتيش بعد الثوره.